الأكيلة في كل حتة، أهلا بيكم وحلقة جديدة من الأكيل في قلب بورسعيد، في قلب شارع الرئيسي من بورسعيد أو شارع طرح البحر. مطعم فيش فيش، إيه قصته وإيه أكلته؟ هنكتشف ده مع بعض دلوقتي، يلا بينا. وهنقابل دلوقتي استاذ سيد صاحب المكان، وفي نفس الوقت هو الشيف، فبالتالي انت عندك هسالك في كل حاجه، هسالك فيما يخص الاكل وفيما يخص المطعم نفسه. تعال نبتدي بالمطعم. احنا بقى لنا هنا كام سنه او ابتدى بقى له قد ايه؟ هو بقى لنا فتره بسيطه مش كتيره، بس الحمد لله فضل ربنا عاملين اسم حلو بورسعيد الحمد لله، واسم كويس على بره بورسعيد. يعني سنتين ونص او ثلاث سنين بالظبط. حلو قوي، يعني سنتين ونص واحنا سمعنا عنه فده معناه انه عامل سمعه حلوه. الحمد لله. طيب نبتدي بفيش فيش. تمام، قصدك ايه؟ اصطاد سمك يعني؟ لا، سمك وسمك. يعني فيش اند فيش، سمك وسمك. اند اوكي، لان هي محطوط ايه بس. تمام، اختصار فيش. طب ايه القصد من اللي هو احنا بنميز المحل عندنا باسم مميز ان احنا شغلنا سمك بس وسي فود يعني. سمك وسمك. زياده تاكيد، زيادة انا بعمل سمك وسمك، خلي بالك. تمام. طيب نيجي نبتدي ناخد بقى السمك والانجريدينتس او الحاجات اللي انت بتستخدمها في الاكل. تمام، كلها لوكال من بورسعيد؟ من بورسعيد. ولا بتجيب حاجات من بره؟ في حاجات بحتاجها بتيجي بره بورسعيد، زي عزبه البرج مثلا. اغلب الشغل اللي هو البحر الابيض المتوسط بتاعنا في كل حاجه. لو فعلا ده دايما كان يتقال ان البحر الابيض ما بقاش فيه سمك. لا، في كل حاجه طبعا. اوكي. والجمبري باحجامه برده؟ الجمبري باحجامه كله موجود في بورسعيد. طيب دايما اشهر جمبري يقول لك الجمبري بتاع السويس. هو اصلا الجمبري السويسي ده في البحر الاحمر اللي هو عن طريق السويس. لكن لما قناه السويس اتفتحت بدا يدخل الجمبري يمشي بالاتجاه ده للبحر الابيض، فبقى في الجمبري السويسي ده موجود عندكم وفي الاسماعيليه وفي السويس وفي كل وهو هو برده اسمه الجمبري السويسي. هو جمبري سويسي اللي هو بيقولوا بيسموه الازاز. في جمبري نوعين، سويسي والاخضر اللي هو البلدي مخضر. طيب شايف انا تشكيله كبيره من السمك وكده، ايه اكتر انواع السمك المطلوبه او اللي بتشتغل بيها؟ هو اغلب السمك كله مطلوب، يعني الدنيس مطلوب، الموسى، البربوني، البوري مطلوب، السبيا او السبيا. البربوني برضو موجود بحر متوسط؟ البربوني بحر متوسط. اوكي، موجود. والضغط اكتر على الاسماك ولا القشريات اللي هو الجمبري والكابوريا والسوبيت؟ الاثنين حسب ما الاثنين. طيب لو حبينا نقول انت لو جيت تاكل هنا هتدفع مثلا للفرد ميزانيه كذا، نقول كام تقريبا؟ عادي في متناول، انا عندي حاجات ب 30 جنيه و 35 جنيه وعندي حاجات لحد 100 جنيه 150 جنيه 200 جنيه، فهو الموضوع حسب ما هو هياكل ايه. ممكن يجي ياكل ب 35 جنيه، ممكن يجي ياكل ب 200 جنيه. كنا بنعمل انترفيو او كنا بنعمل مقابلات يعني مع مطاعم، وقال لك ان احنا اتأثرنا كتير بعد موضوع اللي هو ان انتوا ما بقيتوش منطقة حرة؟ فري زون، ما بقيتوش منطقة حرة. طبعا. هل انتوا برضو تأثرتوا؟ طبعا تأثرنا جدا جدا، يعني المنطقة الحرة عامل رئيس الجذب بالناس لبورسعيد. النهارده اي حد غريب هيجي يحاول يدخل بورسعيد، ايه اللي ممكن يعملوا فيها؟ او فانت يعني ده شغلك اكتر دلوقتي على اللوكلز اللي هو البورسعيديه. البورسعيديه شايف بورسعيد. وبرده اتاثرت كمطاعم؟ طبعا طبعا، انا كان في ناس الاول بتيجي تقول لك انا خارجه من القاهره عشان اجي اكل، انا خارج من اسماعيليه عشان اجي اكل، انا جاي من دمياط عشان اجي اكل. كان بيجوا هنا يخلصوا الشغل وبعدين ياكلوا. وياكلوا. الظروف اللي احنا بنمر بها ديت طبعا ما عادش زي الاول يعني. طيب بعد نجاح الحمد لله فيش اند فيش في بورسعيد، هل بتفكر ان انت تفتح في حته ثانيه ان شاء الله، حتى عشان تبعد عن الضغط بتاع؟ باذن الله باذن الله نفتح في حته ثانيه ان شاء الله، يعني في القاهره نفتح. نفتح في اسكندريه. انت عارف ان معظم بتوع بورسعيد فتحوا في القاهره. ان شاء الله في القاهره نفتح، في اسكندريه نفتح، بس هتستعمل نفس المستوى. هتاخد طباخين من هنا بقى ولا هو الطباخين من خلالي؟ يعني هو الطباخين طبعا بفكر ماشي بفكري انا في المهنه، فان شاء الله يبقى نفس المستوى بتاع المطعم بالظبط ونفس النجاح ان شاء الله. يعني ان شاء الله ان شاء الله. طيب استاذ سيد هسالك، هدوق ايه النهارده؟ هناخد النهارده ايه تخصصات الانتعار؟ هناخد شوربه جمبري كافيار، ده المحل المميز بيها، او الجمبري بالبطارخ. بالبطارخ.
وهناخد رز فش ده برضك مميز بيتعمل بالجمبري والسيبيا وال السيبيا اللي هو الصبيط اغلب الناس من القاهره بتسميها صبيط. وهناخد جمبري بتر فلاي كده بنطلعه على شوايه اللي تستحلو قوي. وهناخد قروصايه ده واكل قروص النهارده بطريقه جديده خالص برضك بصوص المحل المميز بيه اسمه صوص فش اند فش. ونعمل لك شويه بكلاويز طلع في الاخر البكلاويز هو الجندوفلي هو بس اختلاف مسميات. طب ممكن اقول لك انا فكرتي عن زمان البكلاويز كانت قوقعه قصيره وبتتفتح وبومبيه من فوق تمام. الجندوفلي العادي فلات وعامله لا زي لا هو البكلاويز هو الجندوفلي بس كان في قوقعه بالذات في الاسماعيليه هي صغيره الاسماعيليه بتشتهر بالقوقعه الاختنية والسرنباء والحاجات اللي زي دي بتشتهر بالاسماعيليه. انما هنا لا هنا لا هنا حاجات تانية. هو سبحان الله البحر الابيض كل واحد لكن كل مكان مميز بحاجه معينه حتت معينه كل حاجه بتكبر في حته معينه. ايوه كده خلاص انا هسيبك وهنعمل لك صينيه بطارق برضك عاملينها صينيه بطارق دي سبيشال حاجه كويسه قوي في المحل واغلب البورسعوديه بيحب ياكلوها موجوده عندنا بيحب ياكلوها يعني. طيب وبيض الصبيه ده بيض الصبيه عايز اجربه نجربه. طيب هطلب من حضرتك حاجتين اتفضل. اولا بتعمل ليمون بالنعناع؟ بنعمل ليمون بالنعناع ده مهضم على فكره. ده المشروب بتاعي حاضر هنعمله ده المشروب بتاعي الرسمي ده كوكتيل المطعم على فكره مسمينه كوكتيل فيش يبقى انا عايز كوكتيل فيش بعد اذنك. والحاجه الثانيه انا ما باكلش حراق خالص وده ليه سبب؟ ما بنحطش شطه ولا شطه ولا فلفل ولا فلفل اسمر ليه؟ لان انا اول ما الشطه او الحاجه الحراقه تخش بقي ما بعرفش ادوق اي حاجه ثانيه خلاص لا يبقى هو الطعم الغالب هو الحرقان ده انا نسيت وما بعرفش اكل حاجه. لا ان شاء الله نعمل لك حاجه تانية سيد ده ايوه هقول لك رايي بامانه بعد ما اكل ان شاء الله ان شاء الله. هنبتدي بقسم المملوءات قصدي السلطات سريع كده. بنجر مسكر قوي طحينه تقيله و الكونسيستنس بتاعتها مظبوطه. طماطم بالثوم الله على الثوم الله. كول سلو ولوين يعني انا بموت في الكولسلو بس يعني مش حاسس ان هو بتاع مطعم سمك يعني بس انا بموت فيه ما اقدرش اسيبه. مختلف عن الكولسلو المسكر اللي بيبقى في معظم المطاعم. دي سلطه الراهب معروفه قوي في مطاعم السمك. حلو الله توم يعني هي الراهب فيها سنه شطه صغيره سنه حراق صغير بس ممكن استحمله. حلو قوي بابا غنوش دي التوميه خفيف طبعا دي
سلطه فيها كل حاجه بس هي ضخمه قوي. ف هنسيب بقى الحاجات اللي هنستخدمها في الغموز مع الاكل ونشيل الباقي. طيب قبل ما نعمل ده ندخل على الشوربه. دي شوربه مخصوصه. شكرا. جمبري بالبطارخ. نجرب بقى ايه، ناخد الاول اول مره ادوق شوربه فيها بطارخ، فيها سنه خفيفه مشطشطه، مش مشطشطه يعني طعم اللي هو اللي بيسيب كده في زورك شويه، بس مش حراقه، سنه مشطشطه بس حلوه ملعوبه ملعوبه. وبعدين دي لو شوربه جمبري بالبطارخ يبقى دي شوربه العرسان، يعني دي شوربه اي واحد داخل على جواز يخش عليها على طول. جديده. وانا احب الحاجات اللي يبقى فيها افكار. انا مش عارف هي معموله ازاي، طبعا انتوا شفتوا الكاميرا بتصور، بس عجبني طعم قوي رغم انها عامه ما بحبش الحاجات اللي فيها الشطشطه دي، بس حلوه قوي حلوه قوي جديده قوي. نخش على بعض. ده الرز فيش المشهور بتاعهم. في طبعا شويه حاجات كده بيتي كده، وان بكلاويزايا. ناخد رز ندوق. الجمبري اللي بالحجم ده صعب شويه اكله بالشوكه والسكينه، يعني شويه في كابوريا كمان. حلو مظبوط قوي الرز، ولا هو طري ولا هو ناشف، مظبوط. في سنه بهارات كده حلوه، خلطه حلوه مش مضايقاني، عامله طعم حلو قوي في نفس الوقت مش شطشطه بقك قوي. حلو. طيب بعد كده صعبان عليا اشيل شويه الرز دول. هندوق دي صينيه البطارخ، واضح ان هو حط عليها جبنه بشاميل. هو عامل حركه ذكيه قوي، لان البطارخ لما بتطبخ بتبقى شويه دراي، فهو حط معاه جمبري وحط عليها بشاميل وجبنه، فبتعوض الطعم الدراي بتاع البطارخ. حلو قوي حلو قوي. برضو اختراع، مش الحاجات اللي هتاكلها في اي مطعم. طيب نيجي بقى لاخر حاجه قدامنا، وهي ما يسموه بالبقلاويز. الله، ده بقى سنه مشطشط، سنه مشطشط. بس عيب طبعا البكلاويز ان انت ممكن تقعد تاكل فيها سنه، واللحمه اللي فيها يعني ما تملاش البق يعني. طعمها حلو، ال 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 الخلطه بتاعتها حلوه بس حراقه شويه بالنسبه لذوقي انا يعني. حلوه. طيب ندخل على اللي بعده. ناخد شفطه من ايه؟ مشروب الاكيل. ايوه نعناع بليمون.
ليه؟ عشان بيغسل البق خالص وبعدين تاكل من اول جديد. طيب دي سمكه عروسه ومعاها بطرخها في صينيه بطاطس، يعني هي الصينيه طبعا دي المفروض تاكل شعب يعني، هم عاملينها لي عشان كرم ضيافه. المهم هناخد من سمك العروس عشان ندوقه، وخدنا بطاطسايه على خفيف كده، وخدنا بطرخايه على خفيف. هاكل وبعدين اشرح لكم. العروسه حلوه قوي، لحمه فريش وطريه، ومعمول لها خلطه محطوط عليها فلفل الوان وجزر، في طبعا حاجات انا عمري ما هعرفها لان دي خلطه سريه بتاعتهم، بس طعمها حلو قوي. البطروخ زي ما قلت لكم دراي، بس هو المفروض يبقى كده يعني، هو ده الصح بتاعه. انا بطبعي بحب الاكل الجوسي، بس لما تيجي تحط عليه البطاطسايه اللي من الصينيه بيقلل شويه الدراينس بتاعها. حلو، بس انا عجباني السمكه اكتر. طيب نيجي لهذا الضيف، لو الكاميرا جايباه بقى. هذا الضيف عباره عن بيض السبيه او اللي هو الصبيط، ومعاه خلطه من البصل والفلفل الالوان. فلفل اخضر وفلفل الوان وبصل وبيض السبيه. جديده دي، انا مش متعود على بيت السبيه اللي هو الصبيط. حلوه طريقه الشوي بتاعتها، خفيفه وفيها لذه كده صغيره، والفلفل الالوان الاصفر والاحمر مديها سنه سويتنس مع الفلفل وكده. لا حلو قوي قوي، بس انا ما اعرفش ايه مدى خطورتها دي، مش معقول اكل ده كله. ادوق واحده كمان وخلاص. نيجي بقى دلوقتي للجران بري اللي انا سايب له الطحينه والبابا غنوش، وهو الجمبري البتر فلاي. وزي ما الفرنساوي يقول لك جران بري، الامريكاني يقول لك ذا جاك بوت، هو ده الجمبري العملاق او ما يسمى بالجامبو. بيتعمل بطريقه الباتر فلاي، بيتفتح ظهره تحط فيه زبده كريمه لباني، كل واحد ليه طريقه طبعا بتعمل بيها. ده جمبري بلدي هنا بتاع بورسعيد. وهنا يجي بقى السبب اللي عشانه خليت دي ده بيبقى اسهل ان انت تشيل القشره بتاعته. ندوق الاول من غير حاجه. عجبني قوي الطعم، عجبني اول خلطه، مش هتتخيلوا ايه اللي مضايقني. باين فيه طعم الفحمه اللي محطوط عشان تدخن، مضايقني. جمبري حلو قوي. بص بقى، جمبري ذوقيا بتاكل بالشوكه والسكينه زي ما عملت اول واحد، بس عشان تستمتع بالجمبري لازم تاخد الراس تتاكد ان ما فيهاش بطروخ تايه كده ولا كده. طلع فيه بطروخ، بعدين تاخد الجمبريه كده تشيل القشره منها كده وتحطها في قطعه من الخبز. احنا بقى بنتكلم في اصول الاكل يا جماعه، قطعه من الخبز وتقوم قافل عليها كده، وبعدين تاخد واحده بالطحينه وواحده بالبابا غنوج. ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بحلقتكم النهارده معانا مع الاكيل زي ما انا استمتعت بالاكل الجميل في فيشا فيش، ونشوفكم في تجربه تانية في بورسعيد وبره بورسعيد.